الحقيقة قبولي بتسجيل أو بالإشراف على الطالب حميد نبيل كان تحديا، لأنه في البداية أتى الطالب حميد نبيل ليشتغل على بحث التوحد والمشاكل التي يواجهها الأطفال المتوحدون في التعلم. بما أنني لست مختصة في الموضوع طلبت من أستاذ زميل في شعبة علم النفس أن يشرف معي على البحث، يكون مشرفا على البحث معي حتى يواكب الجانب النفسي وكل ما يهم التوحد. إلا أن الأستاذ أجابني بجواب صدمني، فرفعت التحدي لأن هذه فئة يجب تشجيعها، حيث قال لي وأقولها والأستاذ إن سمع هذا سيعرف نفسه، وما تكفيناش مع اللي بعينيهم عاد ناخذ اللي ما عندوش العينين. وهذا جواب أثر في كثيرا، وأخبرت حميد آنذاك نبيل بذلك، ووعدته أنني في الموسم المقبل سأشرف عليه، ولكن شريطة أن يهتم بموضوع في ميدان تخصصي، وكان كذلك. فعاد في السنة اللي بعد ذلك وقبلت الإشراف عليه، ووعدته وهو نفسه لا زال يذكرني بما قلت له، وإن كنت أنا قد نسيت قلت له أنت تحت رعايتي وأنا سأساعدك على تحقيق حلمك. في الحقيقة التجربة لم تكن سهلة، لأن طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة البصرية، الإعاقة البصرية هي عائق كبير، خاصة وأننا الآن نشتغل بالحاسوب وكل شيء. الطالب لابد أن يعطي بحثه مكتوبا مطبوعا وكل ذلك، فكان هذا تحديا كبيرا بالنسبة لي، وحتى جمع المعطيات، لأنه أصر على أن يكون بحثا ميدانيا. نصحته بالاعتماد على المقاربة الكيفية، إلا أنه أصر على أن يعتمد مقاربة مزدوجة فيها حتى المقاربة الكمية، وكان هذا أيضا تحديا كبيرا، حيث واجهته صعوبات لتحليل المعطيات. إلا أنه كان والحمد لله بعض الطلبة الذين أشرف عليهم شخصيا الذين ساعدوه وسهلوا العملية له. زعما مغامرة في الحقيقة، لو لم تكن له إرادة قوية ولو لم تكن لي رغبة أيضا وإرادة قوية على مساعدته، لما كان حميد ليصل لهذا الإنجاز اليوم، وأنا سعيدة جدا بأنني ساعدته على تحقيق حلمه. حميد نبيل طالب متميز، له ما شاء الله كفاءة كفاءة عالية، وله تمكن من اللغة الإنجليزية ليست عند الطلبة العاديين، لأن لغته إن حضرتي الآن سترين كيف أنه يتكلم بطلاقة وبدون أي مشكل، وهو في نفس الوقت هو مترجم. إذن الطالب لم تمنحه إعاقته من تحقيق جميع أحلامه، وهو نشيط وكان دائما، وكنت على اتصال دائم معه في الحقيقة، كنا نتواصل دوما، وهو إنسان يحب الحياة ولا نشعر أبدا أنه له مشكل مع إعاقته، ويقبل الأمر كما هو. إذن هذا ما ساعده، وكان يقول لي دائما ما دمت أنا تحت حمايتك فأنا مطمئن، وأنا أعلم أنني سأصل إلى المبتغى. صعوبات surtout صعوبات au niveau technique. Au niveau technique et aussi au niveau de la collection de data. La collection de data n'était pas facile en fait parce que كنا حاولوا نجمعوها من جموع من جموع المغرب كيف كتعرفوا راس اطروحه ديال الدكتوره هذه، دونك كان خصو يعني يجمعها من جميع تقريبا مدن المغرب،
وطبعا يعني الناس بزاف عاونونا من هذا المنبر، سنوجه لهم الشكر لانهم عاونونا كثير ومدوا لنا يد العون، والحمد لله قدرنا في الاخير باش نعملوا يعني فيلتراج لهاد الداتا ونعملوا لها يعني ستادي، اوكي وي ستاديت ومحصناها باش الحمد لله الزوج ديالي قدر يخرجها للضوء ويشاركها مع الناس. ما درت حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما صعبتنيش، حيتاش كان غادي مع الطريق اللي غادي تفرح لي هذا الوقت. النهار اللي كان صغير هو كيضرب على هاد الساعه فين ما هو كيقول بغيت ندير، وانا نقول لي انا معك، وحتى شي حاجه صعوبه ما ضرتني، كل شيء هاد الساعه اللي كنت نقلب عليها وباغاها هي هذه.